الأفروسينتريك اللي هم الأفارقة السود، بيقولوا إحنا اللي بنينا الأهرامات ومعانا الدليل كمان، ونتفليكس بتأكد كلامهم، وزاهي حواس شتمهم. فيا ترى إيه الحكاية؟ وليه الدنيا اتقلبت بسبب زيارة مجموعة من الأفارقة للمتحف المصري في التحرير؟ وقبل ما نقول لكم الحكاية لازم نعرف في البداية من هم الأفروسينتريك. ودول مجموعة من الأفارقة السود بيحاولوا يلاقوا دور لأجدادهم في التاريخ عشان يعملوا لنفسهم قيمة. وأول ما ظهروا في 2002 ادعوا إنهم بنوا أمريكا مع العم سام مؤسس أمريكا، بس طبعاً الأمريكان ما سكتوش وقالوا إنهم كانوا عبيد عندهم وشغالين في بني السكك الحديد والبيوت بالإكراه، ولما ما عرفوش ياخدوا حق ولا باطل مع أمريكا قرروا يروحوا لمصر ويدعوا إنهم شاركوا في بناء الأهرامات. وعلشان الدعاية بتاعتهم تكمل تعاونوا مع منصة نتفليكس علشان تنتج ليهم مسلسل عن كليوباترا، وطبعاً طلعوها سودة عشان يكملوا كتبهم. بس الحقيقة إن كليوباترا أساساً كانت من أصول إغريقية، وده معناه إنها بيضة مش سودة زي ما بيقولوا، وفضلوا ينشروا في العالم كله إنهم أصل الحضارة الفرعونية. والغريب إن الإعلام الغربي بدأ يردد كلامهم ويأكد عليه وكأننا ملناش أي وجود ولا رأي، واستمرت أكاذيبهم لحد ما حصل اللي حصل امبارح في المتحف المصري لما زار وفد منهم بقيادة واحد اسمه باكا المتحف المصري، وفضل باكا يشرح لهم ازاي اجداد الافارقة عملوا الاثار دي كلها. وبعد ما خلص الزيارة حصلت الكارثة الحقيقية، لانه نشر على حسابه الشخصي في الفيسبوك بوست كتب فيه إنهم أصل الحضارة الفرعونية وإن المصريين سرقوا تاريخ أجداده، وهم طبعاً انفجرت حالة كبيرة من الغضب عند المصريين، وتحول الموضوع من مجرد زيارة عادية لترند قلب الدنيا. والمصريين ما توصوش الصراحة لحد ما أجبروه إنه يحذف اللي كتبه، وفعلا حذفه. وبعدها خرج عالم المصريات الشهير زاهي حواس وقال إن الأفروسينتريك بيحاولوا ينشروا معلومات مزيفة ما حصلتش في التاريخ، وإن السود الوحيدين اللي حكموا مصر كانوا قبيلة كوش، وده قبل 500 سنة من الميلاد، يعني ده بعد ما الأهرامات اتبنت بسنين طويلة وخرجوا من مصر مطرودين. وكمان الفراعنة ليهم رسومات على جدران المعابد بتوضح إنهم استعبدوا السود وعملوا منهم خدم ليهم. وبعد كل اللي اتقال ده يجي الدور عليكم علشان تقولوا رأيكم في أهم سؤال، واللي بيقول هم فعلاً السود أصل الحضارة الفرعونية؟ ده سؤال ليكم مستنين ردكم عليه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر.